وأكررها تاني إن أنا كنت أتمنى أبو تريكة يجيب فيه هدف عشان يتضاف في تاريخي إن أبو تريكة جاب هدف في العصام الحضري. أبو تريكة أسطورة، أسطورة في الكرة المصرية والواجهة المشرقة بالنسبة للكرة العربية بوجهة نظري. أنضف شخصية ممكن تتعامل معها في كل حاجة. أنا كنت أتمنى لكابتن أبو تريكة يبقى موجود ويلعب معاه. ما فيش حد هيجي زي ابو تريكه. انت تحب ابو تريكه؟ هو بموت ابو تريكه، لان اللي ما يحب ابو تريكه ما يحب كره قدم. ما لاحظنا ابدا اي يوم من الايام ان في تصرف سلبي من ابو تريكه ياثر على مسيرته وعلى تقدير الناس له.